السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح خالص وده ونابع أصله من قلوب طيبة ونفوس هنية. صباح جميل في عوايده يجمعنا وياكم على الكلمة الحلوة والطيب اللي عساه يوصلكم منا مستمعين كنتوا أو مشاهدين. يا هلا بكم ومرحبا في يوم جديد من يوميات الصباح رباح، وهلا دعاء. هلا حصة، وصبحكم الله بالخير مشاهدينا. حلقتنا اليوم بيطغى عليها الشق الإعلامي وبينقل لنا مناديبنا فعاليات معرض إعلامي غير شكل الثالث في جامعة قطر، بالإضافة إلى مؤتمر اللسانيات وتطوير تعليم اللغة العربية وآدابها اللي يقام في الجامعة نفسها أيضا. أيضا بنطلع معاكم مشاهدينا من مدرسة هاجر الابتدائية المستقلة للبنات، وبنحضر هناك فعالية رابطة الشعوب العربية اللي عندهم. وإلى جانب عندنا استضافتنا اليوم للمهندسة آمنة مجلي اللي بتكلمنا عن توفير خدمات اتصالات عامة على متن طائرة الخطوط القطرية. إذن نبدأ مع نديبنا سعود المعاضيد المتواجد أيضا في جامعة قطر، يطلعنا أكثر على مؤتمر اللسانيات وتطوير تعليم اللغة العربية وآدابها. صبحك الله بالخير أخوي سعود. يا مرحبا ومسهلا يا دعاء وحصة، صبح عليكم بالخير وصبح على مشاهدينا الكرام بالخير. مثل ما قلت أنا موجود بجامعة قطر، بالتحديد مبنى الجامعة، وينظم قسم اللغة العربية في كلية الأداب والعلوم في جامعة قطر المؤتمر الدولي الثالث هذه السنة تحت عنوان اللسانيات وتطوير تعليم اللغة العربية. وإن شاء الله برجع لكم بعد شوي مع ضيفي بنتعرف على تفاصيل أكثر. إن شاء الله بإذن الله، نتمنى لك كل التوفيق ونرجع لك إن شاء الله لمعلومات أكثر عن اللسانيات وتطوير اللغة العربية. إذن من المؤتمر اللسانيات بنروح إلى زميلتنا حنان بلان الموجودة في مدرسة هاجر الابتدائية المستقلة. صبحك الله بالخير يا حنان. صبحكم الله بالنور. طبعا أنا موجودة هني في مدرسة هاجر الابتدائية المستقلة للبنات اللي اليوم مسويين فعاليات رابطة الشعوب العربية والخليجية، وهالمعرض يتضمن يعني معرض كافة الدول الخليجية العربية والخليجية العربية عفوا. لتفاصيل أكثر خليكم معنا إن شاء الله. بنكون معك يا حنان ونشوف جديدك بمدرسة هاجر إن شاء الله بإذن الله. ونرجع عند مناديبنا حمد الفياض وعبد الرحمن المري اللي بيعلمونا عن معرض إعلامي غير شكل الثالث. حياكم الله عبد الرحمن وحمد، والكلمة عندكم. نعم، شكرا يا دعاء وحصة، صبح عليكم بالخير مشاهدينا الكرام، وصباح جميل في ثاني أيام من أيام الأسبوع يوم الاثنين يا حمد ومشاهدينا في معرض إعلامي غير شكل في نسخته الثالثة في جامعة قطر وبالتحديد في قاعة ابن خلدون. حمد، صباحكم الله بالخير خواتي في الاستديو، صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. بالفعل مثل ما تفضل أخوي عبد الرحمن، اليوم إعلامي غير شكل للنسخة الثالثة بيكون فيه مفاجآت عندنا، بتكون فيه عندنا أركان جدا جميلة بتشوفونها، بتشوفون إبداعات عيالنا من جامعة قطر من خلال فقراتنا اليوم. انتظروني أنا عبد الرحمن. إن شاء الله شوقتونا أن احنا نشوف هاي الإبداعات، وناطرينكم نشوف طلعتكم في أثناء الحلقة إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. مثل ما شفتم مشاهدينا، هذول مناديبنا وأيضا زميلتنا حنان موجودين وعلى أهبة الاستعداد، بنرجع لهم إن شاء الله في سياق الحلقة. حلقتنا متنوعة حصة، وإن شاء الله من كل يعني من جامعة قطر لنا طلعتين، موضوع يختص بالإعلامي غير، وموضوع الثاني اللي هو الألسن اللسانيات إن شاء الله بإذن الله. وكذلك عندنا حنان من مدرسة هاجر. أيوة، فيعني في الغالب إحنا تغطيتنا خلينا نقول اليوم تأخذ الجانب الإعلامي أكثر بالنسبة لحق مناديبنا حمد وعبد الرحمن وإحنا هني. عاد على حسب مفاجآتهم يطلعوا لنا بعد أكثر من طلعتين. لا، هم أكيد أكيد إن هم عندهم مفاجآت 100%. أكيد إن شاء الله. إذا نبدأ اليوم حلقتنا مع موضوع، هذا الموضوع اللي هو نظم المجلس الأعلى للصحة ورشة عمل. هذه الورشة كانت حول إدارة أوبئة الأمراض الانتقالية، وكانت في وين؟ في فندق الجراند هيريتج الدوحة. مزيد منها نشوفها في هذه التفاصيل. في زمن كثرت فيه الأمراض والأوبئة وتعددت أنواعها، بات من الضروري لكل واحد منا معرفة الخطوات اللازمة للوقاية منها، ولا سيما أن بعضها قد يكون انتقالياً ولها تأثيرات صحية على الفرد والمجتمع على حد سواء.
لذلك وبهدف نشر الوعي اللازم، نظم المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الورشة العالمية التدريبية حول إدارة أوبئة الأمراض الانتقالية. سيتم مناقشة أهم الأمراض الانتقالية في هذه الورشة، سيكون هناك مثال حي كسيناريو عن الأمراض المنقولة عن طريق الجهاز التنفسي، وكذلك مثال حي آخر عن طريق انتقال الأمراض المنقولة بالغذاء التي تسبب إسهالات وتسمم غذائي. وسيكون هناك إن شاء الله تحدي جديد، وهو عبارة عن ظهور وباء غير معروف وأعراضه غريبة شوية، وهذا كذلك لصقل المواهب في الاستجابة للإجراءات الحالية ورفع حالة التأهب لمرض الكورونا أو غيره من أمراض الجهاز التنفسي. كل هذه الأمور ستكون إن شاء الله بإشراف من منظمة الصحة العالمية. عندنا 6 خبراء، 2 من سويسرا وكذلك 4 من المكتب الإقليمي بالقاهرة. What we are looking at in this workshop is to build the capacity of the officials working with the Supreme Health Council on how the outbreaks can be detected early and responded effectively. So we believe that through these workshops, we will have a mechanism in place through which the Supreme Health Council will be able to detect any outbreak from emerging infectious diseases early enough. تمتد هذه الورشة على 5 أيام يتخللها عدد من العروض التقديمية والمناقشات، يحضرها عدد كبير من المشاركين من داخل قطر وخارجها، وذلك بهدف رفع قدرات العاملين بمجال الصحة في تقصي الأوبئة الانتقالية ودقة معالجتها. طبعا الله يسلم مشاهدينا وسلمنا من كل شر ومن كل مرض، وهذه النوع يعني من انواع الفعاليات مشاهدينا هي تعتبر ضمن من يعني سلسله ورش يقيمها غالبا يعني المجلس الاعلى للصحه بين كل فتره وفتره. وطبعا احنا محتاجين مثل هاي الوعي، يعني خلينا نقول بالذات صحيح. الامراض الانتقاليه نعم. يحتاج لها طريقه معينه في التعامل، لان سهل انها تنتقل بين خلينا نقول الأطفال وبين الناس اللي يختلطون وايد مع بعض في العمل، ودائما بين فترة وفترة نلاقي إن مثلا انتشار نوع معين من الفيروسات صحيح. ونلاقي الأعراض، يعني كل الناس عارفة إنه في فيروس معين انتشر، أكون يعني على حيطة والحذر، إنه التنظيف الدائم لليد، المحافظة على النظافة عموما صحيح، الاختلاط نقلله كذا صح. يعني احيانا الواحد يعني مجبور من الاختلاط، وخصوصا يعني في الاماكن مثلا نقول اللي فيها جمع او عدد كبير، يعني عندنا مدارس، عندنا يعني جامعات، عندنا العمل ايضا مثل ما ذكرتي، بس مثل ما قلتي بعد الاحتياط واجب يعني في هذه الامور. نعم. الله يحفظنا ويحفظ عيالنا، اللهم آمين. امين. الحين صار طبعا وقت نطلع على ابرز عناوين صحفنا لهاي اليوم مع نديبنا عبد الرحمن المري. الكلمه عندك اخوي عبد الرحمن. شكرا يا دعاء، رجعنا لكم مشاهدينا من جديد ومع ابرز ما عناوين الصحف المحليه التي تصدر اليوم، وراح نعرضها لكم باذن الله تعالى من قاعه ابن خلدون في جامعه قطر، بالتحديد في هذا الركن في ركن الصحافه والاعلام. في البدايه راح ابدا معاكم مع جريده الوطن، وفي البدايه في الوطن الرياضيه في هذا الخبر: 70 جائزة لكأس سمو الأمير في نصف النهائي، الدوحة تتزين استعدادا لمرحلة الحسم. وفي أيضا الوطن: مساعي قطرية لشراء حصة التنمية الآسيوي، تيليغراف أندية الهندية. وفي الوطن في صفحة رقم 8 في المتابعات: الأعلى للتعليم يمدد اختبارات المدرسين لمنح فرصة للحالات المتغيبة عن الحضور. وفي مشاهدينا الكرام الوطن الاقتصادية في صفحتها 2: فودافون قطر تطلق برنامج أمان تيتش يعزز المعرفة الرقمية والتكنولوجية للآباء والأمهات. وأيضا في الوطن الاقتصادية: معرض بروجكت قطر ينطلق 12 مايو، 2100 شركة من 47 بلد تشارك في المعرض برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية. والآن مشاهدينا الكرام إلى الجريدة الثانية وهي الراية في صحتها 10 في المحليات: الجامعة حريصة على تطوير مناهج اللغة العربية،
طلبة الدول العربية يعانون من الضعف اللغوي في افتتاح مؤتمر اللسانيات، دكتورة شيخة المسند رئيسة جامعة قطر. وفي الراية صفحة 21 في محليات الراية أيضا، إجراء أطول عملية جراحية في قطر استغرق 24 ساعة. هذا يوجه هذا الكلام رئيس قسم جراحة الرأس والوجه بحمد الطبية لجريدة الراية. وأيضا في جريدة العرب، تحديات سوق واقف تعزز الإشغال في المطاعم، مديرون الساحة الجديدة حسنت الإطلالة ورفعت الطلب. وفي العرب الاقتصادية في صفحة رقم 9، الخطوط الجوية القطرية تستضيف الاجتماع السنوي لأياتا في يونيو المقبل. وفي العرب الاقتصادية في صفحة رقم 8، البورصة تنظم منتديين لترويج الاستثمار بالشركات القطرية، 1.1 مليار دولار ستجذبها السوق القطرية العام الحالي. وفي العرب في صفحة رقم 6، رائحة الغاز ناتجة عن أنشطة صناعية وعوامل الطقس، لجنة التحقيق في الكشف عن رائحة الغاز لم تشكل أي خطر على الصحة العامة، اللجنة توصي بتقليص الانبعاثات من المصانع لأدنى حدود ممكنة، ربط إلكتروني لمحطات رصد الهواء وزيادة عددها. راح نأخذ في هذا الخبر البسيط بعض ما تضمن هذه اللجنة. كشفت اللجنة المشكلة بقرار معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمكلفة بتحقيق وتقصي انتشار رائحة أشبه ما تكون برائحة الغاز، على أن رائحة الغاز التي انتشرت يوم الجمعة الموافق 21 مارس الماضي نتجت عن ازدياد المستويات المعتادة لحرق الغاز الناتجة عن الأنشطة الصناعية وعدم نفاذها إلى طبقات الجو العليا. ولا مشاهدين الكرام إلى الشرق، وفي البداية في الشرق الاقتصادي في صفحتها الرئيسية، المهندي للشرق بدأ حفر أنفاق مترو الدوحة في أغسطس، إعادة تجميع أول آلة حفر في الدوحة وإخضاعها للاختبار قبل دخولها الخدمة. وفي أيضا الصفحة الثانية في جريدة الشرق، بروة البراحة تطلق أعمال البناء في المرحلة الثانية من المدينة العمالية، المشروع بالكامل يضم 9872 غرفة سكنية لإقامة 53 ألف عامل ومهني. وفي صفحة 31 من جريدة الشرق أيضا، إنشاء مستشفى تخصصي متكامل للطب النفسي، تعاون مستمر مع شركات لوقاية العمالة من الأمراض النفسية. هذا ما صرح به الدكتور حازم هاشم في جريدة الشرق. وفي الخبر الأخير من جريدة الشرق في صفحة رقم 22، كلية العلوم والهندسة تطلق 3 برامج ماجستير في الإدارة الهندسية والطاقة المستدامة في سبتمبر المقبل، جامعة حمد بن خليفة تطلق شراكة مع كلية الطيران وجامعة بوردو الأمريكية لمنح درجات الدبلوم، تخريج 81 طالب بالدفعة الأولى من جامعة حمد بن خليفة غدا. هذا ما صرح به الدكتور عبد الله الثاني رئيس جامعة حمد بن خليفة، عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. هذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام فقرتكم، فقرة الجرائد في قاعة ابن خلدون في جامعة قطر، ليضم معرض إعلامي لتعرض إعلامي غير شكل في نسخته الثالثة. هذا ما عندنا في جامعة قطر، ولنا عودة بإذن الله أنا وزميلي حمد الفياض لتغطية هذا المعرض. كلمة عن دعاء وحصة في الاستديو. شكراً عبد الرحمن، وإن شاء الله لنا رجعة معك ثانية بخصوص موضوع إعلامي. أيوة، إعلامي غير شكل ثلاثة. إذن بنرجع لهم، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا نرجع لكم استكمالاً لفقرات الصباح رباح.